دوكا واقيلا رانا لحقنا على 16 الوحش. شغل تشربكت هنا في طليان تاع هذيك هي تروحوا وفهموا لوحديكم ينحوزوكم. دوكا زعما نروحوا اللي يحوزونا. السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. الموضوع تاع اليوم راح يكون على الطليان، خاطش هاد اليومين الاخرين هادو ما صرا واحد الانتخابات، ودوك الانتخابات راحين يغيروا كامل الحكايه هنا في الطليان. يعني راح يتغيروا حكايه تاع المغتربين والمهاجرين وخاصه المسلمين. دوكا باش خليكم تفهموا الحكايه ومن بعد ديسيدي براسك نتايا، نحكيها لكم من الال زد. شو كان راني نقصر مع ولاد حومه ولا بنات حومه، ضحكوا ولعبوا وتفهموا الحكايه. وكي تفهمت الحكايه خلي لي تحت في التعليق وقول لي واش رايك. الحكايه كانت سيكو هاد السمانه هذه اللي فاتت، كانت واحد الانتخابات لهنا في الطليان، وكاين واحد الحزب هو اللي ربح الانتخابات هذوما، والحزب هذا اسمه فراتيلي ايطاليا، يعني اخوه ايطاليا. ودوكا اوروبا جاي تهضر على جال الحزب هذاك. شغل انت تجيك بيزا، شغل السياسه تاع الطليان داروا انتخابات نورمال، طلع حزب نورمال، علاش ولا الهضره هذه الزايده؟ علاش اوروبا كامل دوكا ميهضروا على جال الانتخابات الايطاليه؟ هنا تفهم باللي الحزب هذا اللي طلع ماشي حزب نورمال. ما راح نقول لكم على حزب ماشي نورمال وعلاش ما يساعدناش حنايا. يا سمعت البارح فرنسا قالوا خرجوا في واحد لارتيكل هكا، قالوا باللي اوروبا فيها قيم ومبادئ ولازم نراقبوا منها وطلع سلوك الايطاليين. هنا تفهم باللي الحاجه ماشي نورمال. المهم كما كاع البلدان كل بلاد عندهم احزاب، وهنا في طاليان داروا واحد الانتخابات، والاقبال تاع الانتخابات الاخرى كان ضعيف. انتخابات اللي شاركوا فيها 64% برك، تسمى الناس ماشي معمره راسهم كاع بالفوط هذايا. ماشي كيما موالفين، موالفين يكون شغل النسبه تكون عاليه، بصح الخطا 64% شغل ضعيفه. كاش واحد فيهم كان يقول ما فوطيش ما فوطيش. الحكومه تاع الطليان باش تفهموا خوتي نفهمها لكم تفسير شغل خلوي بروالي. منين جات بروالي هذه؟ منين جبتها انا؟ الحكومه تاع الطليان كان فيها واحد رئيس الوزراء اللي هو ماريو دراغي، واحد اسمه ماريو دراغي. لم كامل الاحزاب اللي كاين هنا في الطليان لمهم كامل وحطهم داخل هذه الحكومه هذه. حزب واحد برك اللي ما حطوش، هو حزب اليمين المتطرف تاع الاخوه الايطاليه، الاخوه الايطاليين كما حبيتوا. المهم علاش ما حطوش في وسطهم؟ هو ما يحبش الحزب هذا والحكومه ما تحبش الحزب هذا، واون جينيرال ما كانوش يحبوا كاع الحزب هذا. شو منبود طلاينو ونادبينو نابدينو، عندهم شغل الافكار تاعهم شويه مزفانقيه، على بال سميوه يمين متطرف، يعني افكار متطرفه. والحزب هذا ما كانوش عنده اصوات ولا ما بيدخل في الفوت يدخل خاسر، شغل كيما في البوبجي بوت. بصح طلاين عندهم واحد التخمام شويه بيزار. شو قالوا كيفاش الحكومه هذه فيها كاع الاحزاب هذا غير الحزب هذا اللي ما كاشو؟ تما في تخمامهم حسبوا باللي الحزب هذا اللي ماهوش داخل في الحكومه هو المعارض تاع الحكومه، يعني اي فشل للحكومه الطليانيه يقابلوا الدعم لهذاك الحزب اللي راهو ماهوش الداخل. شو عقليه تاع عدو عدو يا مونامي. روحوا حبه حبه خوتي باش نفهموا بعدا واش هي حكايه مهاجرين ومسلمين انا حاب شغل نفهمكم غير بالعقل. المهم شغل كي الحزب هذاك جاب روحه وواحد ما يحبو، اي الشعب قال لك حنايا الحكومه ماشي ناجحه والاقتصاد تاعها بدا يترنك والحاله بدا تخلط هنايا، اي ندوروا للحزب هذاك اللي ما عنده حتى واحد نبداو ندعموا فيه ونشوفوا بالك هو اللي يصوفي البوطي. كان 4% من الشعب اللي دعموا من الشعب الايطالي، الحق 26%، 26% من الشعب الايطالي يدعم الحزب هذاك اللي متطرف. هاد خطره الحزب هذاك هو اللي ربح. وهنا تشاركت الحزب هذا تحكم واحد المراه واسمها جورجيا ميلوني. شكون هذه جورجيا؟ جورجيا بصح اسمها شبابه. هي كانت صغيره كانت تبيع البطيخ في واحد المارشي، ومن بعد ولات سيرفاز، ومن بعد دخلت البوليتيك. شغل دخلت في الحزب وكانت صغيره دخلت الحزب وبدات تخرب 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 وبدات تطلع 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 تطلع. كانت عندها واحد لا ميثود لي اون كيكو سوغ تشبه شويه، يعني انا يعني تشبهها شويه في لا ميثود تاع الهضره تاعها مش لاغم البيان هتلر. شغل كي تبدا دير زعما تهضر مع الناس ولا تهضر بالعياط وما تنقص الصوت وما تزيد تعيط بزاف، شغل تحسها تاع لوبيرا. وهذيك اللي يديرها هتلر بكري، كان شغل عيط بزاف وما ينقص الصوت يعيط بزاف. وجهها صحيح شغل ما تحشمش كامل وتطاكي بزاف، شغل ما تعجبهاش تطاكيك تكراشيك. وهي وحده من الناس اللي دومونديو بطرد المهاجرين. قالت لك المهاجرين هما اللي ياكلوا لنا ماكلتنا تاع الطلاين، وراهم يخدموا خدمه اللي نورمالمون الطلاين يخدموا فيها، وراهم يفسدوا لنا العرق الايطالي. وهنا الكود. واش معناتها يفسدوا لنا العرق الايطالي؟ تسمى الطلاين ما راهمش بيورمون طلاين، يعني كي دخلوا المهاجرين هذوما افارقه ليبيين مسلمين عرب، راهم بونغي وبونغا بونغا مع الطليانيات،
ويجيبوا دراري صغار اللي ماشي طلاين، يعني العرق تاعهم ما يقوليش بيديغري، ماشي بابا طلياني وما طلياني وجدو طلياني، شغل تخلط الناس اللي هنايا. وهي كونتر الفكره هذه. وفي ميسكم تخمم هذا تعمل يا خمم شكون اللي كان يقول هذه ما لازمش يروح لنا العرق تاعنا. وكانت واحده من الناس اللي ينتقد بزاف الاتحاد الاوروبي، وكانت دائما تقول باللي الدوله الايطاليه لازم لها شخص واحد يكون الزنزله شغل، هو اللي يحكم قاع الطليان، هو اللي يسلك الطليان، ولازم الناس قاع ما تعارض الشخص هذا قاع تمشي معاه. في من هنا يفكركم ثانيت موسوليني. شكون هو موسوليني؟ موسوليني هذا شخصيه اللي هو اللي اخترع الفاشيه هنا في ايطاليا، وكان دار تحالف مع هتلر. بين قوسين تخمامهم الولاء للوطن وللزعيم تاع الوطن، وقص قرمط تولي نتايا تعبد الزعيم تاع البلاد والبلاد. وجورجيا ميلوني تحب السيد هذايا، مالغريك قانونيا هي ما تقدرش شغل تحبه، شغل ما تقدرش تشكره في لي ميديا ولا تقول باسكو طلعين ما يسمحولكش بها باسكو دار جرائم كبار. ولكن كان واحد من الاحفاد تاعو دخل الحزب هذايا وكتبوا موسوليني قد الدنيا في لي بلاك. الحزب بياسول اللي هي حاكمته. واش تفهم انايا؟ ما تقلقش يا بنونه ما تقلقش. كيقولوا حزب يمين متطرف واش معناتها؟ يحب بلادو، يحب الدين ديالو، ويحب العرق ديالو، يعني اصله وفصله، باقي ما يحب حتى حاجه، ما يحب حتى واحد. شغل العقليه تاع نكره تو الموند. وهذه جورج ميلوني عندها هذه الافكار اللي تعتبر خطر على المهاجرين وعلى المسلمين. واحد من الافكار ديالها هي ضد المثليين، المثليين المهم كيقول لكم ملونين تفهموا، ضد الملونين 212 تقسيم 2 هذيك، وضد انه الراجل يتزوج مع الراجل، وضد انه المراه تتزوج مع المراه، وضد الاجهاض. هادو حوايج ملاح رانا معاهم فيها. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, inmigración masiva. باسكو هي تقول لك بلي انا مسيحيه وانا غير مع المسيحيه، والمسيح يقول لك كذا وكذا. مالكو هي مسيحيه شغل هضره برك، ما يهمناش هذا الدين ديالهم. المهم هي كي راهي ضد هاد العفايس هذوما اللي حنا بين قوسين حنا تانيت. هذه حاجه من الحاجات اللي ما تساعدش الاتحاد الاوروبي، خاصة الاتحاد الاوروبي يدعم هالصوالح هذوما. دوك راح تقول لي يا رائد وحنا واش دخلنا رحم بابك، راني جايك خويا الحلقه الثانيه ما تقلقش. جورجيا تكره الاسلام والمسلمين، ودائما تقول نعم للصليب والمسيحيه في اوروبا. وكانت خطره خرجت واحد الهضره وقالت يا هذا، هنا يتخاطب في المسلمين، اذا شعرت ان الصليب اهانه لك فهذا المكان ليس مكانك، بلاصه هذه ماشي بلاصتك. العالم معمر بالامم الاسلاميه وسنحارب اسلامه اوروبا. ما راناش حابين تكون قاره مسلمه، يعني حريه المعتقدات عندها هي يساوي زيرو. سما ما تفرحش كي تلقاها ما تحبش الملونين، يوم ما تحبش الملونين ما تحبش المسلمين. وخطرا سقساو على موسوليني قالت لهم باللي دار حوايج ماشي ملاح، بصح دار حوايج بزاف ملاح. تقدرش تسكرو 100% باسكو يطيحوا عليها. وكي كانوا يديروا مظاهرات ضد المثليين الملونين قوز قزح 106 212 تقسيم 2، قالت لهم انا امراه مسيحيه باسكو هو شغل في المسيح ديالهم في الدين تاعهم، شغل ما تم ضد الامور هذوما. وقالت انا ضد تعدد الثقافات وضد الهجره. هنا شغل راهي مشكل الاتحاد الاوروبي. ودوفينيو كي ربحت في الفوت شكون اللي فرح؟ من جارتنا فرنسا فرحت هذيك عدوه تاع المهاجرين مارين لوبان. مارين لوبان في فرنسا كيما هذه هنا في ايطاليا، هذيك تال ما تحبش المهاجرين والمسلمين. وجورجيا هذه خطره واش دارت؟ كيقولوا الاتحاد الاوروبي ما تحسبوش باللي كامل الدول خوتي، باسكو فينالمون وراو الاتحاد الاوروبي المانيا ايطاليا فرنسا واسبانيا، باسكو الدول الاخرى صغيره يعني ما عندهمش لا بويسونس تاع هاد الربع دول، والاقتصاد الايطالي هو ثالث اقتصاد في اوروبا، وكلمتهم شغل عندهم النفوذ. هاد الربع دول هادو ماشي هما اللي يحكموا في اوروبا. تقوليش بلجيكا وهذيك وهذيك، هذوك شغل حومات بالنسبه لهم. ولو كانت خرجت ايطاليا من الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي تكسر. خرجت لهم الانجليز، زيد تخرج لهم الطليان، مشكل كبير. وهنا تدخل الحكايه تاع ليزامريكا. ليزامريكا ما يعجبهمش هذا اليمين المتطرف، تسمى ما يخرجش عليهم، بصح يستعملوه لتفكيك الاتحاد الاوروبي، باسكو الاتحاد الاوروبي الا ما تفككش
يقدر يجي نهار ويدير لومبارغو على الماريكان بوسيبل. والماريكان يستعمل هاد الاحزاب تاع اليمين المتطرف باش الاحزاب هادوما يبقاو توجور يديروا مشاكل للمسلمين في اوروبا. دابري انا واش فهمت واش حيصرا دوك هنا في الطليان، راح يصرا حصار كبير في البحر، يعني يسحب الحراقه لما يجوا في البوطيات من ليبيا وتونس والجزائر، راح يديروا لهم كوب كوب. حاجه ثانيه راح يصعبوا بزاف الزواج بين الطليان والمغتربين سورتو الحراقه، راح يزيروا بزاف الاوراق سورتو تاع اللجوء. وهذاك الكونترولي ما كانش اكزيستي في الطليان برا، راح يقول له كونترولي برا الغاشي سون بيتي. دوك الايام القادمه راح تبين لنا بزاف امور. نوصي خاوتنا حراقه ولا خاوتنا المهاجرين، ردوا بالكم انه طلع ايفيتي مشاكل مليار. خاوتنا حراقه ما تقعدوش تسركلو تبركي لهذاك، حتى نشوفوا في الايام القادمه واش راح يصرا، بالك يلعبوا لها برجليها و الله يجعل خير وخلاص خوتي. تلاقوا فيديو جديد بوضوع جديد. 1 2 3 ليفا الجيري. تشاو راغاتسي.